لأنها خاصة باسم كبير بالنسبة لنا، اسم النادي الأهلي. طيب، النادي الأهلي ودوره الوطني. النادي الأهلي خلال فترات طويلة جدا، أو خلال كل الفترات منذ إنشاء النادي الأهلي وحتى الآن، أكثر عدد من اللاعبين اللي متواجدين مع المنتخبات الوطنية بشكل كامل هم لاعيبة النادي الأهلي. عندما يكون المنتخب الوطني، أو عندما يكون النادي الأهلي في حالته، بيكون المنتخب الوطني في حالته. النهارده زي ما حضراتكم شايفين وزي ما انتم عارفين، ان كان او عندنا مجموعه كبيره جدا من اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق الاول لمنتخبنا الوطني موجودين من النادي الاهلي. ايضا مجموعه من اللاعبين سواء صلاح محسن او رمضان صبحي، الاثنين موجودين مع منتخبنا الوطني الاولمبي الذي سيلاقي ان شاء الله مالي يوم الجمعه القادم في واحده من اهم المباريات هيلعبها منتخبنا الاولمبي، لان ضربه البدايه ان شاء الله هتبقى يوم الجمعه وعمار حمدي طبعا، ويوم الجمعه ان شاء الله هتبقى ضربه البدايه. نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاولمبي في هذه المباراه، ويستطيع ان يفوز ويصعد ضمن اول ثلاثه الى الاولمبيات القادمه. ولكن كابتن حسن شحاته، لو تفتكروا في ايام الكابتن حسن شحاته 2006 2008 2010، كان العدد الاكبر والنصيب الاكبر لمنتخبنا الوطني كان من لعيبه النادي الاهلي. وبالتالي الكل بيتفائل خيرا بوجود اكثريه عدديه من لعيبه النادي الاهلي متواجده مع المنتخب، وبالتالي نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف سواء مع المنتخب الاول او حتى مع المنتخب الاولمبي او حتى الحقيقه مع منتخب الشباب، كلهم عندنا مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين في النادي الأهلي متواجدين، 10 لاعبين متواجدين مع المنتخب الأول، 2 لاعيبة متواجدين اللي هو طبعا محمد الشناوي، أحمد فتحي، محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود وحيد، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي، حسين الشحات، 10 يعني الفريق بالكامل، وصلاح محسن ورمضان صبحي وعمار حمدي، 3 موجودين مع المنتخب الاولمبي، غير بقى اللي متواجدين مع منتخب الشباب، غير في ناس غير جيرالدو، غير جيرالدو موجود مع منتخب انجولا، علي معلول موجود مع منتخب تونس، اليو ديانج موجود مع مالي. وبالتالي ايضا خلي بال حضراتكم احنا عندنا 2 مصابين سواء محمود متولي وعمرو السولية، اعتقد ان من الممكن جدا، انا اسف، مروان محسن ومحمود متولي، الاثنين دول ممكن يبقى ليهم دور كبير جدا جدا مع المنتخب الاول خلال الفتره القادمه. سعد سمير برضو لما يرجع ويعود، كريم ندفد مع المنتخب الاولمبي ان شاء الله ممكن يعود او مع المنتخب الاول يرجع مره ثانيه ان شاء الله ربنا يكرمهم. محمد محمود ان شاء الله بعد 8-9 شهور ان شاء الله يرجع افضل من الاول. الحقيقه نادي الاهلي مثقل الحقيقه بكثير من اللاعبين اللي متواجدين واللي بيلعبوا مع المنتخبات الوطنيه المختلفه، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن النادي الاهلي يمثل العمود الفقري للمنتخب الوطني الاول. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. يعني كل التوفيق طبعا لكل المنتخبات الوطنية خلال الفترة القادمة، سواء المنتخب الأولمبي أو المنتخب الأول. المنتخب الأول إن شاء الله عنده مباراة ودية، وبالمناسبة برضو وده أنا هسأل فيه ضيوفي، يعني عندنا المنتخب كان قد أعلن عن وجود 7 لاعبين أعتقد أو 6 لاعبين من بيراميدز خلال الفترة القادمة، ولكن 7 لاعبين من بيراميدز، أحمد أيمن منصور، عمر جابر، رجب بكار، محمد حمدي، عبد الله السعيد، محمد فاروق، إسلام عيسى، ولكن بيراميدز رفض او قرر عدم ارسال لاعبيه في بدايه المعسكر الا في المهله القانونيه، وبالتالي رجع الكابتن حسام البدري واستبعد كل لاعبي نادي بيراميدز من معسكر المنتخب. يعني انا شايفها ازمه ما لهاش اي لازمه، ما اعرفش ليه الحقيقه، هل عشان الكابتن حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني كان قبل كده ماسك رئيس النادي او اداري او رئيس النادي في نادي بيراميدز؟ معرفش، هل في حساسيات في هذا الموضوع؟ انا مش فاهم. وبعدين لو حتى في حساسيات في هذا الموضوع، اسم مصر اعلى من الكلام ده كله، اسم مصر اعلى. عايز لعيبه المنتخب، ما تاخد لعيبه المنتخب. فيعني لكنها في النهايه ازمه من غير لازمه.
عموما دي كانت اخبارنا النهارده. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار: النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، بعد هذا الفاصل.